تجاوز الأحوال الأخرى أكثر من السنين على النيابة الخصوصية اللي هي معينة، معناتها مانيش نشكر فيها النيابة ولا المجلس فيها، تعرفوها هي نيابة تكنيسيان مانيش لا بوليتيسيان لا حتى شيء، مهما باش نقول الأطراف ولا باش تنقل راهو فقط باهي، الاختلاف باهي، والمفيد اللي احنا نحافظوا على بلادنا. الحق ان اقصر من خرج من الصياده، لكن في كل مره تجي صياده يقول لها سامحوني في العباره ولكن هي الناس كلها تستعمل السياديه بما تستوفي بعضها. ربي زوز حاجات، السياديه بما تستوفي بعضها، وعلاش احنا منسيين؟ ثم الزوز يقلقوني برشا كصياديه. اللور هي العلاقه بين البلديه والتنسيق، هي راهي علاقه طيبه جدا، وهذايا متفاهمين فيه وما نختلفوش فيه، وحتى كي نختلفوا في نقاط احنا مش نخدموا بلادنا، احناش نخدموا حتى اخر براني. ولهذا كما قال السي اسامه، معناها بيقول صدق وامانه، احنا رحنا نساندوا البرد ونساندوا التلوث باش نحيوا بلادنا. ربي النهر الاصطناعي العظيم اللي يستعملوا ديما التنسيقيه، ده مشغول في الوقت اللي صار هو وقت احنا كلنا اللي موجودين هنا اللي نلعبوا في البحر، وكنا قبل نصلوا في القميل وراهم فرحانين به، توا كي نتعدى قلبي يوجعني. كاني مانيش اني في النيابه الخصوصيه باش نقول لكم توا، هاي توا مشاو سدوها اللي يحرقوهم هذاك. ونعملوا قاعدة معركة على البو مع الرسول الناس
جلسة مع الوسط الإداري، قال السيد اللي يصب في الماء تنخل يا شنو وين؟ أي معناتها إحنا نروح نشوف المنطقة هذايا، إحنا نوقفوا نطلبوا جلسة مع ربا لامبو لوناس تجهيز كذا وتنسيقية وبلدية ونحاولوا نبدلوا حضورنا. ماهوش لازم نقعدوا ديما إحنا نسيكلات ماهوش نسيكلات، إحنا إدارة وكفاءات ونعرفوا كيفاش نربوا البلدان. المتنفس بتاع مدينة زيادة معناها أصبح
وبحر وهواية لذلك أسمع مصدر تلوث ومصدر ضرر لا شعبية بالودر لذلك سيوسات منه لكلمتين يزلنا نعطي الساعة لا يسعر صوت أنا بحب نقول لكم ورقفات ومرة الجزء الثالث موش بشي تمام الجزء الثالث من المشروع هذا لا موش بشي تمام إلا إذا حركت استبقنا أحنا العملية وما خليناهمش ينزلوا وحضر روحنا الى جميع اشكال النظريه لهذا الغرض. بارك الله فيك. هذا كلام معنا مشكوك عليه بالحق، هذا كلام حسين. جزء قبل من 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 عندي حبيت عندي خمسه ولا سته صور مبني بتاع الجمعه اللي فاتت. الاسبوع اللي فات. مليت سي لحظه عندي هنا كلام حاب نوجهه في خصوص الواد الكبير. أنا الأخت شكرا على الحديث اللي قدمته، أما نحب نقترح الحلول ممكن نقراها فنية، هو نجيو في ليميتروف الجيوغرافيك بيننا وبين الصحراء، ونعملوا نتعملوا محطة نتاع كنترول إذا كان الماء مطر بالحق ولا مطر ماء ملوث أو لا. صار خاطر على خاطر فما زاد كيف كيف شكوى يكونوا معناها فما صيدية يصبوا فيه في الوادي هذا قاعدين يصبوا فيه معناها في القرعة عليها حتى البحر ثم ناس يصبوا بحيث احنا لازمنا كما انت قلت ثبوت معناها الادانه او ثبوت معناها يكون احنا معناها القيام النظامات اللي ذكرتها لازم معناها اقتراح هو نعملوا كما قلت لك محطه تثبت ان الماء اللي جينا هو ماء مطر مش ماء ملوث. اثنين بالنسبه للشاطئ هو التفكير في بناء معناها بناء بون دو بريزونس بناء معناها محل اذا كان الغاي ممكن زاد يعطي الحلول الاجله يعطينا الحل هذا في بناء ترفيهي او بناء سياحي او بناء هذا شوف لحظه ربي باش نعقب على كلام السيد هي احنا نحبوا اناليز حتى سي الفان ولافيزي سي با ان بروبليم خاطر بالنسبه لنا احنا حطوا ولا ما حطوش هنعرفوا اللي هما حاطين وحتى باش نعملوا ستاسيون اون انو اي اون افال سا بيانتو مام سي تو نوكولي فهمت نرجع لحكاية المنتزه الشاطئ الجمعة اللي فاتت مشيت لاباك هذيا مازلت ما ديكلاريتهاش dans le bon sens, mais je suis cool, Michel. J'ai eu une promesse, Bech Beledia, تقدم مشروع باش ننسق مع المهندس باش نعملوا فسحة شاطئية من بعد الليسي حتى للسكولات. دونك ساسورا للسيادية باش نعملوا فسحة شاطئية. فهمت؟ اي او ميم طون باش نعمل مشروع ان شاء الله ان شاء الله نقول نعم لما مش اني باش نعملها ممكن الا بعد يعني. مارينا بوركو با. اي فسحة شاطئية. اوكيباسيون تمبورير بور فسحة شاطئية. و ميم طون باش نعمل بروبوزيسيون باش نعملوا اكستنسيون للسوق. هذايا علاش سامحني سي ميشيل باش نعملوا نفرض وجودنا كسيادية. هذا اللي حبيت نقوله، معناتها احنا اذا كان باش نتحركوا احنا باش نتحركوا افيك لي باز. فهمت؟ والديك احنا شو الموضوع بتاعنا موضوع بتاعنا نحب نخليه في كونكريت موضوع الفسحه الشرقيه اللي تتعمل ان شاء الله بعد ما نطوح الماء هذا كيما تراو فيه قاعد يسري، يدور الماء معناها قاعد يسري، فين قاعد يسري هذاك؟ قاعد يخرج من البلاصه هذه اللي ما يعرفهاش هذاك الجامع، هذيك السكه، هذايا موجود في مخرج حي هلال نتاع قصر هلال، في الحدود نتاع صياده. فما ان ديبوردمون من المحطه هذه 52 53 55 شوفها، نوريكم الفيديو زاد توا.
ويهبط الغادي فين يمشي اكزاكتومون؟ يمشي اكزاكتومون لوين الساكلي في نفس النهار فهمتي كيفاش وين سيدي عبد السلام اللي هو هاوها نعرفوه بالسكالات هذاك في العادة نشوفوا في الماء أو قاعد خارج هذاك ماء طبيعة الماء اللي خارج كل نهار ما فماش مطر وفما ماء قاعد يسري كل نهار قاعد يمشي بالطريقة هذيك في الصيف في هذا في أوت إلى آخره نشوف لكم توا الفيديو باش تبدا واضحة العملية هذه هي الفيديو هو النافورة هذه هذه سيت ان امي الى بعزالي هاونا ديبوردومون فين يهبط هذو فين يهبط هذيك نتاع مياه الامطار في الحدود بين القصر هذا الواحد ما قلناش هذو ما قلناش شوفوا لا كولور نتاع الريش هذا الشيء قال كونترولي الشيء الان قال كونترولي هذايا حبيت نوريه قبل راني من جنة تاك بيرسون راهو معناها اني سي دي في هذوما قاعدين نوريو فيهم اللي معناها ابراز كون الامر هذا متواصل رغم من 2011 كل جلسه في منير حاضر كل جلسه يتذكر فيها ويتسجع على السلام عندنا عريضه فيها 5000 امضاء وصلت للولايه سيدي عبد السلام ثم معناها وفات احتجاجيه وفما اعتصامات في وسط الولايه صارت وكنا حاضرين فيها وتذكر فيها وين سيدي عبد السلام حاضر الجلسات الكل اللي عندنا وموجودين ومحطوطين معناها بالليدات نتاعهم رجلين فيهم وين سيدي عبد السلام اللي عملناه هذايا ما فماش تحرك من السلطه معناها تحرك مدني دبوي تقريبا 6 سنوات قاعدين نعملوا في تحرك مدني وفي اجتماعات وفي لجان وفي ما نعرف شنو وما فماش حتى اي ريبونس واضحه وصريحه والجمعه اللي فاتت تراو في الشيء الا فوق الارض فما بالك بالشيء اللي تحت الارض فما بالك بالشيء اللي تحت الارض كيفاش تقعد كيفاش تبدا هذه كيفاش تبدا هذه
العسكري كبير اللي هو معناتها المسار بتاع الرئيس عسام. هو اللي هو خرج على المسار بتاعه، والمفروض معناتها اللي ينتظر اللي يدخل الليل معناتها ومشي يعدي معناتها هو اوكي يعني. اليوم ولا في مياه صناعية ومعناتها يعني خرج معناتها على المهمة اللي هو معناتها احنا اليوم معناتها مطالبين نشوفوا معناتها نطالبوا معناتها الصورة المحلية والجهة الأولية باش تشوفوا معنا في النقطة هذه. لأنه معناتها أنت معناتها عندك كهرباء معناتها تمشي بالإسونس تحطي لها فيه إسونس ومازوت وغاز وما سيدي سوي. لا يا سيدي ما عادش تمشي بالطريقة هذه. هذيك لازمها تتغلق. يقولوا لي معناتها تسكروا معناتها بالبشر. بالعقول. لا هذه. ومن بعد إذا كانت لازم راح تسكر بالعشرة. اليوم صغير مرحبا بيك سي صاحبي الكريم سي عز الدين شقروق سي عز الدين شقروق